عندنا الجميع مباريات، على بالنا بلي ما حتكون مباراه سهله. مازلنا يومين قبل المباراه، ان شاء الله نحضروا لها في احسن ظروف ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا واجدين. هي مباراه ماشي. اسمح لي، الى اي مدى شايف الجاهزيه عندك لاعب يعني موجود كوتيفوار؟ رايك الى اي مدى انت ان شاء الله محسوم الامر بخلاف المستوى؟ وان شاء الله احنا رانا واجدين، رانا 100% واجدين. مازال بالك شويه تعب لا بليبار دي جوار، باسكو مازال ما ريكوبيرينش مليح، مي سي هذا ماشي كاع مشكل. ان شاء الله بالقلب برك والاراده والجماهير اللي راح تكون ورانا، ان شاء الله نفوز. هل الحاله البدنيه بالنسبه لتقارب المباريات والمواجهات كلها صعبه، هل شعرتم بذلك ام ان هناك حالات استشفاء تتم على قدم وساق؟ لا ما كانش ارهاق، ما كانش تعب. لحقنا لهذا الدور، ما الخدمه اللي درناها كامله ما لازمش نشرح دركا، ما كانش ارهاق. ان شاء الله بالقلب كما قلت نجيبها ان شاء الله.